انا منتبهني حاله كده بقالي شويه، حاسه ان انا يعني مش عارف، عندي اكتئاب مش مظبوطه، شكلي متغير، فقلت يمكن مثلا ايه مكياج مثلا، مش عارفه، فقلت ما توزن فتوزنت، لقيت نفسي انا اول ما خرجت من السجن كنت خاسه 12 كيلو عن ما دخلت، فكنت عامله زي الموميا، ومعرفش ايه اللي حصل، مش حرمان والله، انا كنت باكل كل حاجه جوه، بس يعني معرفش ايه اللي حصل، قعدت بقى يعني متعوده على الحركه ما بشتغلش، حصل ايه، مكلتش كتير، بس معرفش ايه اللي حصل. المهم ان انا لقيت نفسي النهارده تخنانه 11 كيلو. من امتى بقى؟ من شهر مارس، يعني من شهر مارس لغايه النهارده، احنا النهارده شهر ايه، ديسمبر، 9 شهور، تخنت 11 كيلو ومش واخده بالي، عشان انا دايما بلبس واسع وكده حتى في حياتي الطبيعيه، مش واخده بالي. ف يمكن في بعض البنطلونات يعني بلاقي صعوبه ان انا البس، بس قلت يعني 2 كيلو، فلقيت نفسي 11 كيلو. فقعدت النهارده قلت 11 كيلو هعمل فيهم ايه؟ هعمل فيهم ايه؟ وفي الشتاء صعب قوي، الواحد بيجوع وكل يوم بيقول انا هعمل رجيم بكره، هعمل رجيم بكره، مش عارف اعمل رجيم، انا ما بعرفش قوي اعمل رجيم، والعب رياضه ما اعرفش هعرف العب رياضه بقى بعد على راي البنت بقى بعد الشيشه، وبعد ان انا قاعده بقالي كتير اكتر من سنه ما لعبتش رياضه. فانتابني حاله من الخضه الشديده جدا 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 جدا. فانا قلت ايه بقى، قلت انا هعمل حاجه لطيفه جدا. سياده الريس طلع قبل كده وقال انه عايز الناس تخس، مش تخس يعني، دايما من الشعوب المتحضره الناس بتبقى رفيعه. فانا قلت ايه رايكم النهارده، اكيد في ناس بتشوفني دلوقتي عايزه تخس، وانا قلت لكم ان احنا هنعمل حمله سمنه، وهيبقى معانا دلوقتي على التليفون دكتور اسامه طه للي عايز يعمل جراحه، ومش مش هيبقى معاه فلوس، والجراحه دي ليه مش حل سهل، لكن في اوزان مش هينفع معاها الرجيم، هتعملي رجيم شويه وهترجعي تاكلي تاني، فخلاص دي ده بيبقى انت اوبيس او عندك اوبيسيتي، وده مرض اللي هو مرض السمنه، فلازم ان انت تعملي جراحه. لكن الناس اللي هي عندها 10 8 كيلو بتاع دي لازم تعمل رجيم. وانا كل شويه اروح لدكتور اخد ورقه واحطها على الكومود جنبي وخلاص، ولا اعملها ولا اي حاجه. فانا دلوقتي محتاجه اخس ولو فضلت كده هتخن اكتر، وانا الموضوع ده بيعمل لي اكتئاب شديد لاني متعقده، لان انا مره تخنت 40 كيلو في شهرين، هي الفتره اللي انا تخنت فيها بعد ابني وبنتي. انا مش والله مش بضيع البرنامج في ان انا بتكلم عن نفسي، لكن انا عايزه تعالوا نشجع بعض. انا قررت عشان اتعهد ان انا اخس، وان انا بكره فعلا اقفل بقي، انا قررت اجيب الميزان للاستوديو، ما اعملكوش تقرير بره عشان ما تقولوليش هاتوا، عشان ما تقولوليش اصل انت عامله فوتوشوب ومش عارفه ايه ومونتاج. انا هتوزن دلوقتي قدامكم واعرف وزني كام، وهاجي الاسبوع اللي جاي اتوزن برضو قدامكم، وانتوا هتعملوا نفس الحكايه، هتوزنوا نفسكم النهارده وهتبعتوا لي سكرين شوت على الانبوكس بتاع صفحه صبايا، لو سمحتوا عايزين الادرس بتاع صفحه صبايا على الشاشه، وهنشجع بعض كستات، واحساس التخن اللي عندي، ومش هكذب عليكم، والعجز انا ما اعرفش ليه منتبهني حاله ان انا عجزت، او ان انا ميرسي يا احمد قوي، او ان انا بيسموها بالانجليزي I'm aging. I'm aging دي يعني انا بعجز، وده اعتراف انا مش حاسه ان هو، والله العظيم بكلمكم من قلبي، انا حاسه الايام دي ان انا بعجز، وشي مش هو،
شكلي مش هو، عينيا شكلها متغير، مش عارفة كل ده من التخن ولا من ايه، ولا يمكن عشان تخنانة ده معكوس على حالتي النفسية. فأنا قررت أخد فيتامينات وأشرب 5 أزايز مياه في اليوم، وأخلي بالي من نفسي وأحب نفسي قوي وأخس جدا. ولو أنا قلت الكلام ده لنفسي في البيت مش هلتزم بيه، فأنا بقوله قدامكو عشان تعملوا زيي، وعشان نخلي بالنا من نفسنا، وعشان بنات صغيرة أو فوق الـ40 نخلي بالنا من نفسنا وناخد فيتامينات ونشرب 5 أزايز مية في اليوم، لأن دول اللي هيحرقوا لنا الفاتس، وهما دول اللي هينزلوا الملح، وهما دول اللي هينزلوا المية الزيادة اللي في جسمنا، وهما دول اللي هيعملوا لنا بشرة لطيفة وعينين كويسة وبشرة نادرة. سيبك بقى من الكريم، وسيبك من الزيت، وسيبك من الماسك اللي مش عارفة ايه، مع كل الاحترام عشان شريف مذكور ما يزعلش مني، 5 أزايز مية هم أهم حاجة، أهم حاجة. وهنكلم دلوقتي دكتور الجيم، قالوا لي ان هو من احسن الدكاتره، يا رب بس يرد علينا عشان هو بيشتغل، يدينا رجيم دلوقتي نطلعه على الهوا وبعته لنا قبل الهوا، ونمشي على الرجيم ده كلنا الاسبوع ده. اي حاجه من غير فلوس ومن غير اي حاجه، وحتى احط التليفونات دلوقتي، انا عايزه اسمع مين هيبقى معايا في الموضوع ده. هتبعتي لي سكرين شوت للميزان النهارده، والاسبوع الجاي انا هتوزن قدامكم، وانتوا هتبعتوا لي سكرين شوت برضو انتوا خسيتوا قد ايه. واكتر واحده هتخس هتاخد جايزه من الحياه، وهتاخد جايزه من الدكتور هو عرضها علينا النهارده. لا هات لي الرجيم ده على اليمين هنا عشان اقراه، يا رب يطلع سهل، ان والله العظيم ما شفته. بس الاسم ريام سعيد، الوزن كيلو جرام. طب معلش يا احمد نتوزن بقى قبل ما عشان نملى الابلكيشن بتاع الدكتور. طب ارجع لي، طب اقول لكم حاجه عشان ما يبقاش عيب ان انا اقعد اقلع الجزمه وكده قدامكم احتراما ليكم، عشان البوت ده تقيل قوي وهيبقى فيه 2 كيلو زياده. طب نروح لفاصل، اقلع الجزمه بس ونرجع تاني.